مصداقية مصداقية بقى، يعني فكرة انه فكرة سواقة مسل شعبي وبتاع او مساواه، مش يعني ما في عمرنا ما شفنا سواقة ميكروباص حاطه انا بشوف كل روبوتكس. واحد حر طالما هي عملت الدور والحمد لله هو المسلسل نجح. نجح فاحنا هندبيت في ايه؟ صح. ايوه صح. هو اوريدي نجح والناس حبت الموضوع، مش هتسيب. وده اداله بوينتس، اداله بوينتس فري بوينتس كمان ان الناس تشوف المسلسل. بالظبط. يتلفت انتباهها. انتقادات ريناد في حدوته منسيه. دي غلبانه قوي. اغلب حاجه عملتها في حياتي. وده كان اخر دور ليكي قبل موسم رمضان على طول. ده حقيقي. عشان نتفاجئ ب 100 راجل في رمضان بشخصيه ثانيه خالص، ما حسيتيش ان ده ريسك؟ انا كنت مرعوبه. طبعا. انا بجد الدور ده بالذات انا ثلاث مرات ارفضه. ثلاث مرات ارفضه. دور رينات في حدوته منسيه. لا مش رينات. في 100 راجل. سونا. سونا صعبه. سونا عندها اتيتيود. سونا عندها شرير. لكنه. عندها لكنه مش بتتكلم طبيعي. زي ما احنا شفنا التطجين الفظيع اللي كانوا بتطجنوا ده. خد مني مجهود غير طبيعي. وبجد انا معظم مشاهدي في كل ثلاث ارباع ما هتلاقوا صوتي متغير. انا كنت مع يعني ابرام هفضحك بقى. استاذ ابرام نشا. سوري بقى يا ابرام. سوري بقى. عيدوا كل سنه وانت طيب. لا احنا هو بقول له قلتها له. يعني بجد كان في ممكن نقعد 20 ساعه مثلا في تصوير في اليوم وانا مشاهدي صعبه قوي. فالصعب ده كله ورا بعض لدرجه ان انا صوتي كان بيروح تماما. انا في تحاش مثلا اربع ايام صوتك راح. انت بتاخدي طبقه غير طبقتك فبيبقى في لود على الاحبال الصوتيه والاتيتيود غير الاتيتيود وبتاع. فانت بتعيد. احنا عدنا كتير قوي قوي. في حاجات كتير كانت بتتعاد. الدور كان معروض على حد غيرك واترفض؟ لا مش كده. هو جاي لي انا يعني اتقال ان هو اتعرض على ريهام حجاج وريهام حجاج رفضت. لا معرفش المعلومه دي. مين اللي ما سمعتيش؟ لا ما سمعتش المعلومه دي. لا ما سمعتهاش. دور ريناد. احنا بنتكلم على دور ريناد. انا بتكلم على سونا. لا 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 بنتكلم على ريناد. لا ريناد ريهام اللي اختارته لي اصلا. ريهام حجاج هي اللي اختارته لي. جديده دي. هو او بيقولوا ان هو كان معروض عليها وبعد كده لا. مبدئيا انا عايزه اقول لريهام الف مبروك على الانتاج الجميل. مسلسل ما شاء الله نجح. عملت صدفه. ما شاء الله برضه نجح وجميله كسر الدنيا. مسلسل حدوته منسيه هو انتاج ريهام حجاج. انتاج ريهام حجاج. واحنا اصحاب. فريهام لما جه الورق وعندها انا ما كنتش عارف حاجه بجد. رشحتك. هما كلموني على دور تاني. هي قالت لهم لا 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 نانسي اللي هتعمل ريناد ماليش دعوه. عايزين نانسي تعمل. لا وانا عايزه نانسي تعمل ريناد. انا عارفه عايزاكي تقري الاثنين وتختاري معايا. بس انا بقول لك دلوقتي انا شايفاكي في ريناد. هي اللي اختارت لك. هي قالت لي انا شايفاكي في ريناد وده دور جديد وانت ما عملتيهوش قبل كده. وانا عشان انا عارفاكي كويس فانت هتعمليه كويس. يعني عشان اشتغلت معاكي في وكلام واتكلمنا وقعدنا بره الشغل. بره الشغل في جانب كده فيا هي شايفاه طيوب وبتاع. انت هتعمليه حلو. وفعلا الحمد لله. بص انا كنت خايفه جدا برضو من ريناد. جدا. بس اللي تخاف منه ما بيجيش احسن منه. عملتي دور حلو قوي والحمد لله. يعني ده كان شر. شر من بحت برضه. شر بحت. والحمد لله. اميره وكان مع ريهام حجاج. يعني ايه بقى احكي خطفت رجل. وكان في انتقادات كبيره جدا لدرجه اعتقد ان هي وصلت للشتايم كمان. ما هو بص يعني عايزه اقول لك على حاجه. ده تمثيل وده مثال حي موجود في المجتمع. انا بوصل صوره. الشتايم مش عليا. صح. على الشخصيه. على الكاركتر. لان هي بتلمس ناس كتير. ما كنتيش بتتضايقي يا نانسي؟ ليه هتضايق؟ هو انا ده نجاح. اعتقد ده نجاح للشخصيه. لا في ناس بتتضايق جدا من بالعكس. هتضايق ليه؟ انا كانت بتوصل برضو للتجاوز. بتضايق لو عملت دور مش حلو. هنا اتضايق لان انا ما وديتش مهمتي زي ما انا كنت عايزه. وانا شايفه برضو بصراحه في المسلسل بتاع اللي هو بتاع يعني 100 راجل. 100 راجل. كان عندي احسن كتير. انتي صريحه واعطينا